مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ شو بدي أحكي قصة اليوم؟ مرحبا يا سماح. أهلا تيتا بسمة، كيف حالك؟ الحمد لله. شو صحي بكير؟ طيب بما أنك صحي بكير، شو رأيك تساعديني باختيار قصة اليوم؟ فكرة كتير حلوة. شو رأيك بهاي القصة؟ طيب هاي أو هاي. هاي كتير كتير رح يحبوها أصدقائنا. أكيد يا تيتا، إنك أنت اللي اخترتيها، شكراً كتير. عفواً، وهلأ خليني أرجع أكمل نومتي. مع السلامة. مع السلامة. شو يا أصدقاء، مستعدين لقصة اليوم؟ أكيد كلكم تعرفوا صديقتنا كندا، بس يا ترى شو قصتها اليوم؟ تعالوا نشوف. مرحبا أصدقائي، اشتقت لكم كتير. كندا طالب جديدة بمدرسة الدمى، وكمان طالب مميز كتير وبتحب أصدقائها. تعالوا يا أصدقاء نشوف شو صار بأول يوم دوام بالمدرسة. ياهو، أنا متحمس كتير للسنة الدراسية الجديدة، وأكيد رح أتعرف على أصدقاء جدد. ياهو. لاحظ سامي إنه كندا طالب جديدة لأنها ما كانت بصفه السنة الماضية، فقرر يروح عندها ويقول مرحبا. ها أهلا، أنا اسمي سامي، وإنتي؟ أنا اسمي كندا. كندا؟ ليش هيك شكلك غريب؟ ها كيف يعني شكلي غريب؟ يعني لونك مش زي لوني. ها بس الله خلقني هيك. طيب إنتي بأي صف؟ أنا بالصف الثالث با. نفس صفي؟ ثالث با نفس صفي؟ يا سلام، إذن رح نصير أصدقاء، ورح تكون أول صديق إلي يا سامي، شو رأيك؟ مستحيل، قصدي ما بزبط تكوني صديقتي. ها. لأنه إحنا كتير مختلفين. يلا لازم أروح هلأ، باي. ها شو ماله سامي؟ ليش هيك يحكي معي؟ ليش؟ مثل ما شفتوا يا أصدقاء، سامي حكى مع كندا بطريقة مش لطيفة، وكندا اتضايقت من كلامه. بس بعد لحظات شافت كندا بنت جاي من بعيد، وفرحت كتير لأنها ممكن تتعرف عليها ويصيروا أصدقاء. مرحبا. أهلا، أنا طالبة جديدة بمدرستكم. طالبة جديدة؟ طيب ليش شعرك هيك؟ يعني ليش هيك شكلك؟ ها كمان شعري؟ ليش وماله شعري؟ ماما عملت لي إياه قبل ما أجي على المدرسة، وأنا كتير مبسوطة فيه. بس أنا بقول إنك لازم تغيري لون شعرك، أعملي مثل شعري، شوفي ما أحلاه. ها خليني أشوف. فعلا كتير حلو. حلو صح؟ كتير حلو. بعد ما كانت كندا متحمسة لأول يوم دوام في المدرسة مشان تلاقي أصدقاء جدد، رجعت على البيت وهي عم بتفكر بكلام سامي وبونبون، وظلت تتفرج على حالها بالمراية طول الوقت. خلص أنا قررت أغير لون شعري، وممكن كمان أغير تسريحتي، بس كيف رح أغير لون بشرتي؟ كندا حبيبتي، شو مالك يا بابا؟ بابا أنت بتقول إذا غيرت لون شعري بصير أحلى؟ ها؟ شو هذا الحكي حبيبتي كندا؟ ولو عملته كمان دنبتين بطلع حلو صح؟ بس أنت حلو مثل ما أنت يا كندا، وأنا بحبك هيك، وانت طول عمرك بتحكي لي انك بتحبي شكلك، وانا فخور فيكي. عن جد يا بابا انا حلوه؟ طب
طبعا حبيبتي، ولازم تسمعي ولازم لازم لازم تسمعي كلام اي حد بيرفع معنوياتك، وما تسمعي كلام سيء من حد. شفتوا يا اصدقاء شو عمل كلام سامي وبونبون لصديقتنا كندا؟ شو رايكم نعلمهم انا وانتو درس كتير مهم؟ يلا تعالوا معي. سامي سامي، اهلا اهلا يا سماح. اهلا، بدي اسالك سؤال. سؤال؟ طيب طيب، في هدية اذا جاوبت صح؟ في هدية؟ لا يا سامي، بس رح تتعلم شغلة كتير مهمة، أهم من كل الهدايا اللي بالدنيا. شو هو السؤال؟ كتير متحمس كتير. طيب يا سامي، تخيل معي إنه لون هاي الغرفة كلياتها لون أزرق، الكرسي، الطاولة، المسرح، وكل الحيطان. يا سلام، أنا كتير بحب اللون الأزرق، رح أكون كتير مبسوط. بس بتعرفي شو؟ ما رح أقدر أميز الأشياء بهاي الغرفة، لأنه كلها رح تكون بنفس اللون. بالضبط يا سامي، وهاد اللي كنت بدي إياك تعرفه، لما يكون الإشي إله لون مختلف عن الإشي التاني بيكون مميز. صح صح، الألوان بتميز الشغلات عن بعض، حتى إحنا البشر بس يكون كل واحد إله لون بنكون مميزين عن بعض. ها؟ تذكرت لازم أرجع أعتذر لصديقتي كندا وأحكي لها إنها مميزة كتير. باي باي. برافو يا سامي، وهيك نجحنا بالمهمة الأولى، وهلأ دور بونبون. بونبون بونبون يا بونبون. مين عم ينادي؟ أنا عم بنادي عليك يا بونبون، وبدي أسألك سؤال. سماح، أهلا سماح. تخيلي معي يا بونبون إنه أنا وسامي والأصدقاء كلياتنا نفس شكلك، نفس الشعر، نفس العيون، ونفس كل إشي، شو رح يكون شعورك؟ وقتها ما رح أعرف حالي، وين ما أطلع رح ألاقي بونبون. طبعاً يا بونبون، لما يكون فينا إشي بيختلف عن الشخص الثاني بنكون مميزين عنه، صح ولا لا؟ صح صح أكيد. برافو. أنت ذكرتيني بشغلة كتير مهمة إلها علاقة بكندا، طالب الجديد بصفي، لازم أروح. برافو يا بونبون، وهيك نجحنا بالمهمة الثانية. خليني أرجع مكاني أشوف إذا رح تنجح خطتنا ولا لا. كندا كندا، وينك يا كندا؟ كندا كندا. نعم يا سامي. كندا، بدي احكي لك يا كندا، انا اسف حتى لو انت بتختلفي عني باللون، هذا الاشي بميزك، فانا بدي اعتذر منك على اللي قلته، وحاب اسالك اذا بتقبلي تكوني صديقتي. عن جد يا سامي؟ طبعا طبعا يا كندا. أنا فخور كتير فيك يا سامي، كتير. شكراً، وأنا فخور بنفسي كمان. يا ترى رح تيجوا بونبون ولا لا يا أصدقاء؟ أنتوا شو بتحكوا؟ تعالوا نشوف. أنا كتير مبسوطة لأنه صرنا أنا وسامي أصدقاء. كندا كندا، دورت عليك بكل المدرسة، وينك؟ كان سامي عم بيحكي معي. أنا كمان بدي أحكي معك بموضوع كتير مهم. ها؟ حابة أعتذر منك على اللي حكيته. أنت كتير حلوة ومميزة، وشعرك كمان كتير حلو، رح أعمل مثل تسريحتك بكرة. رح نصير صديقات. عن جد رح تصيري صديقتي؟ طبعا طبعا يا كندا. أنا كتير مبسوطة كتير مبسوطة إنه صار عندي صديقين رائعين. يا سلام. وآخر شي بدي أحكي لكم إياه أصدقائي،
إنه ربنا خلق كل مخلوقاته بألوان وأشكال مختلفة، في الأبيض وفي الأسمر، في الطويل وفي القصير. مشان هيك لازم نحترم بعض ونتقبل بعض مثل ما إحنا، لأنه الاختلاف كلنا ما بفرق بيننا. لازم إحنا كلياتنا نتميز بقدراتنا اللي ربنا أعطانا إياها. وأهم إشي يا أصدقاء إنه نشكر ربنا على الخلقة السليمة والخلقة التامة. وما تنسوا أصدقائنا إذا فاتكم أي شيء من حلقاتنا تابعونا على بابتس وورد عالم الدمى. شكراً لكم أصدقائي وإلى اللقاء.